ده لقائنا الثالث، واحنا بنتكلم على البريست والاكزيلاري ليمف نودز. اتكلمنا في اللقاء السابق على البريست اناتومي، صح؟ تعال بقى لما نتكلم هنا على البلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمفاتيك درينج اوف ذا بريست. لو حضرتك ركزت لي دقيقه هتلاقي ان دي العظمه اللي اسمها ستيرنم، صح يا دكتور؟ والعظمه اللي اسمها ستيرنم دي كان ماسك فيها الضلوع، صح يا دكتور؟ انا مش عايز ارسم الضلوع كلها، جميل، ولا نرسمها كلها، احنا ورانا ايه؟ ادى الضلع الثاني، ادى الضلع الثالث، ادى الضلع الرابع، الخامس، السادس، السابع، اللي هو اخر ضلع بيمسك في الاسترن. وهتلاقي هنا العظمه اللي اسمها سكابيولا، وهتلاقي السكابيولا دي معاها الاكروميوم بتاعها، وادى العظمه اللي اسمها هيومرس علشان نرسم الايه؟ الاكزيلاري ارتري، ويبقى مزاجنا حلو كده والدنيا زي الفل. وادي العظمه اللي اسمها كلافيكل، ركز لي دقيقه. تمام، هقول لك والله يا دكتوره احنا هنستعيد عن الاوت لاين بتاع كل البريست ببريست صغنطوط هنا في الحته دي، مش مشكله اهو، ادي البريست الصغنطوط. البريست الصغنطوط ده يا بيه هو المفروض اكبر من كده، بس احنا هنستعيد عنه بالجزء ده بس علشان بس ايه نشوف الارترز ونشوف الدنيا عامله ازاي. ولا اهو كده كل البريست اهو تقريبا، بس عملنا له انكماش من الجناب، مفيش مشكله، وامسح دي، ادى بريست جميل زي الفل. طيب بص يا سيدي، البريست عايز ارتريال سبلاي، نجيب له منين؟ تعال ما نفتكر، في ارتري في المكان ده، لو شلنا الكلافيكل من هنا، صح؟ اهي شلنا الكلافيكل عشان تبقى فاهم، لو شلنا الكلافيكل دي هنلاقي في ارتري معدي بالعرض بالمنظر ده. الارتري ده الجزء اللي انا مظلله اسمه سب كليفيان ارتري. تمام، السب كليفيان ارتري ده حضرتك درست في الثوركس ان السب كليفيان ارتري له فرع، الفرع ده اسمه انترنال ثوراسيك ارتري. جميل، الانترنال ثوراسيك ارتري ده بيمشي لحد السكس انتركوستال سبيس. حلو، اسمه الارتري انترنال ثوراسيك او انترنال ميموري. الانترنال ثوراسيك او الانترنال ميموري ماشي جوه ورا الضلوع جنب جنب الاسترنم على الجنبين، بيطلع ارترز تخرم السبيسز اللي بين الضلوع وتطلع قدام. جميل، الارترز اللي خرمه السبيسز اللي بين الضلوع وطالعه لقدام دي اسمها ايه؟ اسمها بيرفوريتنج برانشز، طالعه كده. البيرفوريتنج برانشز دول كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6. رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 بيغذوا البريست. يبقى الميديال بارت اوف بريست بيبقى سبلايد باي البرفوريتنج برانشز اوف انترنال ثوراسيك ارتري. بس كده؟ لا، ده اللور لاترال بارت اوف بريست بيتغذى برضه ببرفوريتنج برانشز. البرفوريتنج برانشز دي بتاعت مين؟ بتاعت البوستيريور انتركوستال ارترز، بوستيريور انتركوستال ارترز. يبقى في نوعين بيرفوريتنج، بيرفوريتنج برانشز بتاعت الانترنال ثوراسيك من رقم 2 و3 و4، وبيرفوريتنج برانشز بتاعت البوستيريور انتركوستال ارترز برضه رقم 2 و3 و4. بس لا استنى، في فوق هنا يا دكتوره ارتري تاني، الارتري التاني ده اسمه اكزيلاري ارتري. حلو، السكند بارت اوف اكزيلاري ارتري بيطلع فرعين، فرع اسمه اكروميو ثوراسيك ارتري. هذا الاكروميو ثوراسيك ارتري بيتقسم اربع فروع، الاربع فروع دول منهم واحد اسمه بيكتورال، فالبيكتورال برانش بتاع الاكروميو ثوراسيك ارتري بيسبلاي البريست. بس لا، ده كمان السكند بارت اوف اكزيلاري ارتري بيطلع فرع ماشي على اللاترال سايد هنا اسمه لاترال ثوراسيك ارتري. اللاترال ثوراسيك ارتري ده برضه بيغذي البريست. يبقى السكند بارت اوف اكزيلاري بيديني فرعين، اكروميو ثوراسيك ارتري ولاترال ثوراسيك ارتري. جميل زي الفل، ده الارتريال سبلاي اوف بريست. طب الفينز ماشي هنا جنب الانترنال ثوراسيك ارتري فين، يبقى اسمه ايه؟ انترنال ثوراسيك فين. وماشي هنا مع الاكزيلاري ارتري فين، يبقى اسمه ايه؟ اكزيلاري فين. وماشي مع البوستيريور انتركوستال ارتريز فينز، يبقى اسمها ايه؟ بوستيريور انتركوستال فينز.
طب النيرف سبلاي، ركز معايا حته صغنونه كده. النيرف سبلاي يقول لك ده بياخد من حاجه اسمها انتر، اسمها كبيره المشكله يعني، بياخد من حاجه اسمها انتر كوستال نيرفس. طب هو البريست ده يا دكتوره من عند مين؟ من عند الضلع رقم 2 لحد الضلع رقم 6، صح؟ فيبقى البريست بيتغذى من الانتر كوستال نيرفس من عند الضلع رقم 2 او من عند النيرف رقم 2 لحد النيرف رقم 6، لان كل نيرف بيمشي تحت الضلع بتاعه. هو من عند الضلع رقم 2 يبقى ياخد من عند النيرف اللي تحت الضلع رقم 2. جميل. يبقى لو ده البريست هيتغذى بالانتر كوستال نيرفس 2، حلو اهو بيمشي كده جميل، جوه ما حدش شايفه، بيطلع فرع اسمه انتيريور كوتينيوس وفرع اسمه لاترال كوتينيوس. التالت زيه بالظبط بيطلع انتيريور كوتينيوس ولاترال كوتينيوس. الرابع زيه بالظبط انتيريور كوتينيوس ولاترال كوتينيوس. والخامس زيه بالظبط انتيريور كوتينيوس ولاترال كوتينيوس. والسادس زيه بالظبط انتيريور كوتينيوس وايه ولاترال كوتينيوس. يبقى النيرف سبلاي انتر كوستال نيرفس من تي 2 لحد تي 6 انتيريور ولاترال كوتينيوس برانشز. وهنا معلومه مهمه جدا، ان النبل بتتغذى باكستنسيف بلكسس، شبكه قويه او كبيره من النيرفات اللي جايه من تي 4. ليه تي 4؟ لان حضرتك عارف ان النبل عند الفورس انتر كوستال سبيس. جميل زي الفل، وده سؤال مشهور. طيب يقول لك ايه كمان؟ طب البريست ده سبلايد بايه؟ بارا سمباثيك ولا سمباثيك؟ سمباثيك، من السمباثيك ترانك. طب بيطلع سكريشن ازاي؟ السكريتوري اكتيفيتي اوف ذا ماماري جلاند للغده بتاعت البريست. اه ما البريست ده مش يعني ماماري جلاند، انت عرفت ان كلمه بريست بتنكلود السكن والفات والفاشيا والنيرفس والارترز والفينز والماماري جلاند اللي هي الغده اللبنيه. الماماري جلاند السكريشن بتاعها اندر كنترول اوف البتويتري هرمونز والاوفيريان هرمونز. بتويتري هرمونز واوفيريان هرمونز. طيب كده خلصنا الارتريال سبلاي والفينز والنيرفس، لسه بقى الزغلول الكبير الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست. الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست يا صديقي بيتكون او بيمشي كالاتي. اول معلومه ان 95 او 5 انا اسف 75% من الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست جو تو اكزيلري ليمف نودز. تاني 75% من الليمفاتيك درينج اوف بريست جو تو اكزيلري ليمف نود. تالت 75% من الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست جو تو اكزيلري ليمف نود. تالت 75% من الليمفاتيك درينج اوف بريست جو تو اكزيلري ليمف نودز. جميل. وده الترانك اهو، حلو، ونازلين لتحت. وهنا العضله اللي اسمها ديافرام، محدش عنده مشكله في الكلام ده، واللي عنده مشكله يقول لي وانا اصلحها له. وده الميدلاين. المفروض ان البريست في هذا المكان، صح يا دكتور؟ جميل. والبريست اللي في هذا المكان عنده ديل، صح يا دكتور؟ ما عنديش مشكله. هقول لك والله يا دكتوره انت عارف اللقطه دي، ان الحته دي اسمها سنترال بارت اوف بريست اللي فيها النبل والاريولا. جميل. واحنا هنقسم البريست كده، الحته دي اسمها لاترال اند سنترال بارت اوف بريست، والحته اللي فوق دي اسمها ابر بارت اوف بريست، ودي الميديال بارت اوف بريست، وهنا كده اللور بارت اوف بريست. ركز لي الله يسترك. ماشي حضرتك، هنا الضلوع، صح؟ احنا مصغرين البريست بس علشان ايه؟ نشوف الدنيا زي الفل كده. في ماشي هنا ارتري، قولوا كده واسمه ايه؟ هناك اهو اسمه انترنال ثوراسيك ارتري. حلو. الانترنال ثوراسيك ارتري ده اللي ماشي جنب الميد لاين او اللي ماشي جنب الاسترنم، في زيه الناحيه الثانيه برضه انترنال ثوراسيك ارتري او انترنال مامار. بص احنا كنا واخدين ان في هنا لينف نودز كان اسمها ايه؟ كان اسمها انتيريور اكزيلاري لينف نود، صح؟ وكنا واخدين اللي في لينف نودز هنا كان اسمها ايه؟ كان اسمها بوستيريور اكزيلاري لينف نودز. وكان في لينف نودز هنا كان اسمها لاترال اكزيلاري لينف نودز. وكان في لينف نودز هنا كان اسمها سنترال اكزيلاري لينف نودز. وكان في لينف نودز هنا كان اسمها ايبيكال اكزيلاري لينف نودز. بص
الليمفاتكس اللي بتيجي من اللاترال والسنترال بارت اوف ذا بريست بتروح للانتيريور اكزيلاري ليمف نودز. جميل. بس حضرتك بتفاجأ ان كمان من تبع اللاترال والسنترال بارت اوف ذا بريست التيل، فتقول لي التيل بيروح للبوستيريور اكزيلاري ليمف نودز. الكلام ده خدناه مع الاكزيلاري ليمف نودز. يبقى لاترال وسنترال بارت اوف بريست تودي للانتيريور اكزيلاري ليمف نود، والديل بيودي للبوستيريور او السب سكابل. حلو. طب الابر او الابيكال بارت اوف بريست، الابيكال بارت اوف بريست يا دكتوره بيلاقي حضرتك الدنيا هنا عنده سهله. ليه؟ الابر بارت اوف ذا بريست الليمفاتكس اللي طالعه منه بتروح للابيكال اكزيلاري ليمف نودز. حلو. بس في شويه ليمفاتكس صغننين هنا كده طماعين، بيسيبوا يعدوا لفوق ويروحوا النك، يروحوا لللور ديب سيرفايكال ليمف نودز. حلو. يبقى سيرفايكال ليمف نودز، يبقى لاترال وسنترال بارت اوف بريست انتيريور اكزيلاري والتيل بوستيريور اكزيلاري، الابيكال او الابر بارت اوف بريست ابيكال اكزيلاري، وحبه خفاف جدا بيروحهم للسيرفايكال ليمف نودز. الليمفاتكس اللي بتيجي من الميديال بارت اوف بريست، الليمفاتكس اللي بتيجي من الميديال بارت اوف بريست بتروح لمجموعه ليمف نودز جنب الاسترنال حوالين الانترنال ثوراسيك ارتري، فبنسميها اسمين، باراسترنال ليمف نودز او انترنال ثوراسيك ليمف نودز. فالانترنال ثوراسيك ارتري يزعل يقول يا جماعه انا اسمي الثاني ماماري، فنقول عليها انترنال ماماري ليمف نودز. الليمفاتكس اللي جايه من الميديال بارت اوف ذا بريست بتودي للباراسترنال او الانتي الانترنال ثوراسيك او الانترنال ميموري ليمف نودز بتاعه السيم سايد والاوبوزيت سايد، وده بيفسر ليه لو في كانسر بريست في الميديال بارت ممكن يتنقل للاوبوزيت سايد. تمام. يعني الميتاستاسيس يعني ليمفاتيك سبريد. لسه اللور بارت اوف بريست، اللور بارت اوف بريست لهم بصوا يا جماعه انتوا خوتوا عقلي، انتوا بصوا جننتوني، انا لا رايح فوق ولا رايح للجنب، انا نازل تحت. ينزل تحت لمين؟ من دراسه حضرتك السابقه حضرتك عارف ان في عضله في خط النص او جنب خط النص في الابدومن اسمها ريكتس ابدومينس، والريكتس ابدومينس ماسل دي عايشه في شيس اسمه ريكتس شيس، والريكتس شيس ده فيه ليمف نودز اسمها ليمفاتكس اوف ريكتس شيس او ليمف نودز اوف ريكتس شيس. حلو. يبقى هنا ليمف نودز اسمها ليمف نودز اوف ريكتس شيس، وهنا ليمف نودز تحت الديافرام. فالليمف اللي جاي من اللور بارت اوف بريست هينزل للليمفاتكس اللي تحت الديافرام، وهينزل للليمف او للليمف نودز اللي تحت الديافرام والليمف نودز اللي في ريكتس شيس. ولو سكتنا على كده نتحرق، احنا بتوع اناتوم. ايه القصه؟ شويه ليمف فيسلز هيمشوا مع الارترز دي بالعكس. طب الارترز دي اسمها ايه؟ اسمها بوستيريور انتركوستال، جايه من الاورطه من ورا من الثوراكس من ورا. شويه ليمفاتكس من اللور لاترال بارت اوف بريست هيمشوا مع البوستيريور انتركوستال فينز ويروحهم للبوستيريور ميدياستاينال ليمف نودز. يبقى كده اللور بارت اوف بريست سب ديافراجماتيك ريكتس شيس ليمف نودز انتيريور ابدومينال ليمف نودز مندي، وشويه صغيرين بيمشوا مع البوستيريور انتركوستال فيسلز ويروحوا ورا عند البوستيريور ميدياستاينال ليمف نودز. خلي بالك ان الليمفاتكس اللي جايه من الانتيريور اكزيلاري واللي جايه من البوستيريور اكزيلاري بتودي هي كمان لمين؟ للسنترال. حلو. والسنترال بتودي لمين؟ للابيكال. علشان كده كل الليمف نودز بتاعه الاكزيلا بتستقبل من البريست ما عدا اللاترال، ملهاش دعوه بالبريست. جميل زي الفل. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ريجونال ليمفاتيك درينج. الليمف فيسلز بتاعه البريست بتتجمع في اتنين بلكسس قبل لما تروح للريجنال ليمف نودز. ايه الاتنين بلكسس دول؟ ده السكن صح، ودي اسمها ديب فاشيا. جميل. اللي كانت مغطيه البريست بيد صح. في هنا ليمف بلكسس تحت الاريولا اسمها سب اريولار بلكسس، وفي هنا ليمف بلكسس تحت البريست في الريترو ماماري سبيس اسمها ايه؟ اسمها ريترو ماماري بلكسس. يبقى الليمفاتيك درينج اوف بريست الليمف فيسلز بتاعه البريست بتعمل اتنين بلكسسز.
سب ايريولار بلكسس وسب ماماري بلكسس. دي تحت الايريولا ودي ورا الماماري جلاند على الديب فاشيا من بره في الريترو ماماري سبيس. بعد كده ريجنال لينف نودز اللاترال والسنترال بارت اوف بريست بيروحوا للانتيريور اكزيلاري لينف نودز او البيكترال، وشويه صغيرين من التيل بيروحوا للبوستيريور اكزيلاري او السابسكابي. الابر بارت اوف بريست ايبيكال اكزيلاري لينف نودز، وشويه صغيرين ديب سيرفايكال لينف نودز. الميديال بارت اوف بريست للباراسترنال او الانترنال ثوراسيك او الانترنال ماماري لينف نودز بتاعت السيم والاوبوزيت سايد، وده بيفسر الترانسفير بتاعت الكانسر سيلز من اليمين للشمال او من الشمال لليمين لو الكانسر في الميديال سايد. اللور بارت اوف بريست سب دايفراجماتيك لينف نودز، لينف نودز اوف ريكتال شيس والبوستيرور ميدياستاينال لينف نودز. واوعى تنسى ان 75% من الليمفاتكس بتاعت البريست بتروح للاكزيلاري لينف نودز. اشوفك على خير.